أنا بعرف إنه أنتِ ما بتحبي بريدفي أبداً، ولأنك ما بتحبيه بتصيري تدوري على عيوبه وما عاد تشوفي الشغلات المنيحة يلي فيه. بريتا كل شيء صار واضح، بس أنتِ ما عم تفتحي عيونك. هذا ليكي، ليكي نظرة الأم اللي باينة عليه. ليكي مبين الخبز واضح بعيونه، طلعي فيه أختي. بريدفي مالهوث رش الشرير. آخ لو فيني. هو مبين خايف علي. آه؟ لا مانو خايف ولا شي، لا تنخدعي فيه. هو عم يعمل حاله خايف ومتوتر ومشغول باله عليكي. صدقيني بريدفي بوشين، وش منيح ووش سيء، لا توثقي فيه. قلي لي انت لامتى رح تضلي مخدوعه فيه؟ ليكي انا ما عاد رح اتدخل فيكي. ما تحكي هيك شريستي، انا رايك بهمني، بس انت بتكرهي لبريدفي لهيك من فعله. طيب ليكي اسمعيني، يعني بجوز هو يكون عمل شي غلط، بس هذا ما بيعني انه هو سيء. لا تحكمي على شخص من ورا موقف صغير، كل إنسان بيغلط، وصدقيني ما في حدا مننا ما بيغلط بنوم. أحياناً نحن مننفعل ومنتصرف بلا تفكير، بس بعدين منحاول نصلح غلطنا، ولهيك بتمنى ما تتسرعي بالحكم عليه. حلو بريتا، يبدو أن ثقتك بخطيبك بريدفي صايرة كتير قوية. ليك اسمعيني أختي، أنا متوترة وحكيك هذا عم يوترني بزيادة. صدقيني أنت واثقة فيه زيادة عن اللزوم. أنا كنت عم فكر قلك حقيقة بريدفي، بس بعد ما سمعت الحكي اللي قلتيه ما عاد رح أحكي شي، لأنه ما رح استفاد شي بنوب إذا حكيت لك، لأنه أنت بتوثقي فيه أكتر مني. لا لا، هذا الحكي مو صح يا مجنونة، أنا بوثق فيك كتير. يلا قولي لي شو عرفتي. أنا ما رح أقول شي. إذا بتريدي احكي لي. ليكي وعد، رح صدق الحكي اللي بتقولي لي إياه. خلص وعدتك، يلا قولي لي شو بتعرفي عنه. بريتا أنا بعتقد إنه بريدفي مانو طبيعي، يعني شو عم تحكي أنت؟ قصدي قول انه هو مريض وفي عنده مشاكل، وكمان كاران بيقول نفس الحكي، يمكن مريض نفسي. انت بتعرفي نظره كاران للشخص ما بتخيب ابدا، ما هي؟ هو بيحس بريدفي غريب كتير ومانه مريح، وفي شيء تاني بعقله للزلمه. ايه صح، يلي عم تفكروا فيه انت وكاران صحيح. انا بس ما عم بفهم شغلي، وقت منوقع بمشكلة كبيرة وبصير معنا شي سيء ومانو منيح، ليش دائما منلاقيه بنفس المكان؟ جاوبيني، يعني أكيد هالشي مو من باب الصدفة، وقت تصير مصيبة منلاقيه. ليكي اسمعيني أختي، بصراحة في سؤال مجنني ولهلأ ما لقيت له جواب. ليش بريدفي كان صافف سيارته بمنطقة مقطوعة وبتخوف وقليل ما تمر فيها السيارات؟ ليش؟ أي معك حق بهالحكي. يلا خلينا نقدم شكوى ضده. يلا تعي. يلا خير؟ شوفي لحظة شوي، كنت عم فكر بشغلة، بلكي شي حدا اجا ورفع ضدنا نفس الشكوى. شو؟ شو؟ نحن وصلنا لمحل الحادث وما كان حدا موجود هنيك غيرنا. بريتا انت شو هالحكي اللي عم تحكي؟ نحن بالصدفة كنا بالتاكسي وقت شفنا الحادث، لهيك نزلنا لحتى نقدم المساعدة، مو أكتر من هيك. نحن ما دخلنا بالحادث تبع ريدفيك، ومو نحن اللي قتلناه، نحن ما دخلنا بالجريمة يلي صارت، يعني نحن شهود على كل شي صار مع السيد ريدفيك. هيك كان قصدي. قبضوا عليك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.